إسرائيل الآن تهدد بالنووية. آه. إيران أعلنت أنها خرجت من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى الردع الاستراتيجي. سماحة السيد مرشد الثورة الإسلامية القائد علي الخامنئي يوم الجمعة سيظهر مباشرة في خطبة صلاة الجمعة ويعلن ربما عن أشياء عظيمة، لأنه ظهور السيد بصلاة الجمعة ينطوي على أن هناك شيئا عظيما سوف يخرج. وأنا لا أستبعد أن هناك خطابا نوويا سيكون للإمام السيد الخامنئي، وستسمع هذا الشيء يوم الجمعة. مؤشرات عديدة تشير على أنه السيد الخامنئي والجمهورية الإسلامية في إيران وصلت إلى مرحلة هائلة من التمكين النووي. قد يظهر على شكل إعلان مدوي يذهل العالم، وهذا بانتظاره سيجعل إسرائيل تتصاغر وتعرف حجمها الحقيقي، ونحن بانتظار يوم الجمعة. مؤشرات عديدة حول إيران تشير مثلا سمعنا من روسيا أنها في اتجاه تغيير عقيدتها النووية التي تسمح لها بتقديم شراكات مع دول أخرى لتطوير نشاطها النووي. هذا مؤشر، روسيا حليفة للجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية منذ أشهر، منذ سنة، الحديث عن قدرات متنامية في تخصيب اليورانيوم الذي قد يقود إلى صناعة قنبلة نووية. ثم المؤشر الثالث هو التهديد النووي الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية في ظل تحولها من الصبر إلى الردع، وبالتالي على إسرائيل التي تهدد بالنووي عليها أن تنتظر النووي الشيعي القادم الذي سيسحقها إن شاء الله.